من جديد بطل عليكم مشاهدينا مع عالم الإبداع. مع عالم الإبداع وعمق وصوابية الرؤية بموضوع هدف الإحاطة بالشعر والشاعر وثقافته. كثير منا مشاهدينا بنسأل كيف بيكتب الشاعر؟ لمين بيكتب الشاعر وشو بيكتب الشاعر؟ تساؤلات كثيرة بهالعالم بيجاوبنا عليها إنسان قدر من خلال ولعه وعشقه للشعر ومن خلال بما اكتسبه من تمرسه بعالم الحقوق أنه يكرس العدل بهالعالم الرمزي، وهو الكاتب المتمرد القائل: أعتاش من المحاماة وأعيش بالشعر، وإذا كانت القوانين قد وضعت لتحترم وتنفذ فإن قانون الشعر قد وضع ليخترق. بدي رحب مشاهدينا بالسيد مارون المحولي، وبلا نحكي عن اصداره الجديد هو الشعر. بدي رحب فيك استاذ مارون، واهلا وسهلا فيك. تحيه لك داليا ولمريم تيفي ولكل حدا عم بيشوفنا هلا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بالبدايه هيدا الاصدار الثاني من بعد درفتين ومدى. صح. شو هي القيمه العلميه اللي اضافه هيدا الاصدار؟ طبعا سبق وحكينا عن الكم الهائل من المراجع العلميه لما يعادل 70 مرجع علمي، خبرنا اكثر عن القيمه العلميه لهذا الاصدار. بعد درفتين ومدى اللي هو كتاب شعر بالمحكيه اللبنانيه اللي مديته من 2017، كان كتاب دراسي عن الشعر اسمه هو الشعر بين الفصحى والمحكيه. كتاب استفدت من فتره كورونا من وجودي بالحجر، سخرت وقت كبير للقراءه بهذا الموضوع وكتبت هذا الكتاب. هو كتابي بيتعلق بكل شيء خاصه بالشعر والشاعر والقصيده بالفصحى وبالمحكيه مع مقارنه بيناتهم. هيدي الرؤيه الاجماليه للكتاب. نعم، خبرنا اكثر عن هالكتاب، شو المواضيع؟ كتاب خليني يعني اذا ما بعرف اذا الكاميرا فيها تاخده. كتاب هو الشعر بين الفصحى والمحكيه، كاميرتي هونيك صح هيك. هو الشعر بين الفصحى والمحكيه، بينقسم هذا الكتاب لقسمين كبار، قسم بيحكي عن الشعر الفصيح وقسم بيحكي عن الشعر المحكي اللبناني. حكي بالشعر بشكل عام، الشاعر امتى بيكتب وكيف بيكتب ولمين بيكتب وشو الفرق بين شهرة الشاعر وابداعه. في شعراء كتير مشهورين وفارغين، وفي شعراء مبدعين عن جد ما حدا بيعرف فيهم. حكي عن هالاشكالية، مقارن بين القصيدة، حاط الفرق بين القصيدة والشعر. حكي عن اوزان الشعر الفصيح، اوزان العروض، ومعلم كيف واحد يكتب عليها. حكي عن القصيدة انه لها عناصر اساسية، مش على سبيل الحصر على سبيل المثال، معدد عناصر القصيدة. هاي من ناحية الشعر الفصيح. الجديد بالكتاب هو الشق المتعلق بالشعر المحكي. عادة بالشعر المحكي الكتب اللي بتنظر لهالموضوع مش كتيرة. الجديد حكي عن نشأة الشعر المحكي. ضليت ارجع لو صرت للحظة اللي اعتبرت فيها انا، اكيد يعني كل عم حط مداميك يمكن بيجي غيري وبيزيد مداميك على اللي عم حطه. حكيت عن نشأة الشعر المحكي بكل تفصيل وبكل منهجية وبكل علمية، وحكيت عن تعريف الشعر المحكي وعن خصائصه وتمييزه عن المفاهيم الشبيهة مثل الزجل، وعملت مقارنة بينه وبين الشعر العربي الفصيح. لمين بتوجه الكتاب استاذ مارون؟ للشعراء، للشخص الانسان بس اللي بيكتب شعر، ام هي دعوه للاشخاص اللي ما عندهم هيدي الرغبه، لما عندهم هيدي الميول الشعريه انه يتوجهوا نحو الشعر؟ كنا عم نحكي تحت الهواء انه لما كنت عم بتخصص حقوق انا، كان يجي ناس كبيره بالعمر ما بدها تبني حالها ولا تتخصص، عندها الاختصاص والشغل تبعها، بتيجي بس لحتى تتعمق بالحقوق وبتدرس حقوق لانه بتحب هالماده. اولا هذا الكتاب موجه لكل حدا بيستهوي الشعر على سبيل، لو ما بيكتب شعر على سبيل المعلومات او على سبيل الثقافه، ممكن يقرا مجمع بكتاب واحد انا خلاصه 100 كتاب ويزيد اللي عندي اياه. وبنفس الوقت هو ضروره برايي المتواضع، ضروره لكل شاعر، من باب انه انا مجمع له كمان بكتاب واحد كل شيء بيعوزه بالفصيح وكل شيء بيعوزه بالمحكي، من اوزان، من تعريف، من معلومات، من داتا، بدل ما يجمعها يروح على 100 كتاب، انا عملت هالشغل عنه جمعتها بطريقه مبوبه ومنهجيه وسهله وبسيطه بهذا الكتاب. خلينا نحكي عن اللغه او اللغه المحكيه. نعم. والفصحى اللي هو الشعر بين اللغه المحكيه والفصحى. نعم. كنا نحن اليوم بمجتمع لبناني. نعم. هي لغتنا الاصليه. نعم. شو الرسائل اللي حبيت توصلها من خلال هيدا الميلونج؟ نحن مش بوارد تفضيل لا بين الشعر المحكي اللبناني والزجل، عم نقيس مين اهم، ولا من اهم الشعر الفصيح والشعر المحكي باللبناني. مش هذا موضوع الكتاب. أنا عم أقول بهذا الكتاب إنه الشعر شعر،
بأي لغة كان، كان بالفصيح أو بالمحكي أو بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بالرسم أو بالنحت أو بالموسيقى، الجمال هو المعيار الأول. اللغة المحكية بتنسكب على الشعر وبتعطي شعر اللبناني المحكي، بس اللي بيعطيه إضافة الشعر المحكي هو العفوية، هو قربه من الدينة، اللغة، اللغة اللي منفكر فيها واللي منحب فيها ومنحب فيها. فهيدي اللغة قادرة تحمل شعر مكثف بكلمات قليلة، وهيدي من امتياز هيدي اللغة. سيد مارون، حكيت كمان عن الفساد أو عن البشاعات، نعم، عن الأشياء المؤذية عند الإنسان. نعم. قديش اليوم الشعر هو قادر إنه إحنا يعني يخلصنا من هذا الشيء؟ نعم. وقديش بينقصوا الإنسان اللي هو ما عنده شعر أو اللي ما بيكتب شعر؟ نعم. رح أقول لك شغلة، نحن على كوكب بعمه الفساد، وبقول بالكتاب الشيطان يفسد المسكونة. نعم. بتشوف الحروب، بتشوف الفساد، وبتشوف الأذى بالدنيا. تجي الفنون هون لحتى تعطي هيك شيء حلو للإنسان بظل هالسواد. نعم. وإذا منشيل الفنون من الإنسان اللي ذكرتهم، الرسم والنحت والموسيقى، بتصير حياتنا مثل بقية الكائنات. نعم. فالشعر هو بيزيد الجمال على هالكوكب. مش أنا قايلها، هيدي قايلينها كبار بالتاريخ يعني. الشعر هو خلق جديد، عم تزيد منسوب الجمال على هالكوكب، وبس يزيد منسوب الجمال بيكون عم بقل منسوب البشاعات. نعم. وأنا هاي الطريقة الوحيدة اللي بملكها لحارب الفساد، التعبير عن الجمال، وزيد الجمال على هالكوكب. نعم. حضرتك هيك رجعت فينا لزمن غابر اللي هو الزجل اللبناني. نعم. اللي هي سمة معنوية ثقافية كتير. نعم. مهمة عنا. نعم. قديش اليوم، أول شيء خلينا نحكي عن كتير منا في عندهم لغط. نعم. وأنا واحدة منهم، بين اللغة المحكية وبين الزجل. نعم. شو الفرق بين اللغة المحكية وبين الزجل؟ بين الشعر المحكي، عفوا الشعر المحكي. نعم. اللغة المحكية فرزة ثلاث أنواع من الفنون. نعم. الكتابية بحكي شعريا، في الزجل اللبناني، في الأغنية، وفي الشعر المحكي اللبناني. نعم. كل واحد له مميزات وخصائص، اللي بيتشابه فيهم هي اللغة. نعم. وبيتطرقوا لنفس المواضيع وبيستخدموا نفس الكلمات. شو الفرق بيناتهم؟ أنا أفسر هذا الموضوع كمان بالكتاب بدون مفاضلة بين الاثنين. الزجل بميل أكثر للمباشرة والتحدي والمباراة والسهولة التركيب والسرد. بينما الشعر المحكي بميل أكثر للاختصار والتكثيف والصور الشعرية والمباغة، هالقصص والنحت. يعني منلاقي قصيدة زجلية كتير كبيرة، وبتكون هيدي لزوم الزجل بدها تنقال بحفلة أو بدها تنقال بمناسبة، بالوقت ممكن تلاقي بيتين بالشعر المحكي مكثفين كتير. عن هيك نحن بنقول الشعر المحكي اللبناني ولد من رحم الزجل. عمر الزجل ميات السنين، وهو تراث، وهو بالذاكرة الجماعية للبنان. ومن أقدم، من أقدم الفنون طبعا. وفي أعلام كبار كتير وكلهم منحبهم، بس المحكي من 100 سنة لهلأ تميز بهالخاصية. هو إنه في شعرية أعمق وأغمق، وفي هالعناصر اللي قلتها، المباغة والتكثيف والنحت، بعدد قليل من الأبيات. هل هناك دعوة بشكل عام يعني؟ يعني الأمور هي أعمق من هيك، وأنا مفصلها بالكتاب. صح. كمان بدي أذكر هون إنه نحنا يعني كتابك تميز بالإيجاز، الاختصار وبالتوسيع. نعم. نعم. هذا الشيء طبعاً من خصائص هذا الإصدار. نعم. اللي هو إصدار كتير غني. نعم. كنا عم نحكي عن الزجل أستاذ زمرون، حبيت أعرف منك هل هناك دعوة مبطنة للعودة للزجل بالمجتمع اللبناني؟ يمكن اليوم كله رايح يعني نحو الشعر أكتر. نعم. يعني نسمع بشعراء زجل صار قليل ومحصور ببعض المناطق، بعض اللقاءات يمكن الكروية. نعم. أو تحافظ على التراث اللبناني وهوية الشعب اللبناني. أنا خليني أرجع أكيد، أنا بحب الزجل، وبعتقد أنا من أكثر الناس حافظين قصايد وحفلات زجل، وبعرف كل الزجالين. ومن مالتين بحب الشعر المحكي وبكتبه. الزجل بعده موجود والشعر المحكي موجود، وهلأ أنا برأيي عم بعيش عصر ذهبي. No. بس بعضهم الكبار تبعنا، الكبار الشعراء الكبار بالزجل موجودين، وبعد في كبار بالشعراء المحكيه كمان موجودين. انا برايي مش كتير حلو نقارن بين اثنين، لانه كل وحده لها موجودين وكل وحده لها المحبين ورونقها. والزجل بعده موجود وعم تنعمل حفلات بيجي بميات الاشخاص، والشعر المحكي نفس الشيء كمان. استاذ مارون، حضرتك رجل قانون، محامي حضرتك. نعم. شو العلاقه، شو اللينك بين المحاماه
تمرس مهنة المحاماة وبين كتابة الشعر، خصوصا انه انت اليوم اعطيت هو الشعر يعني صار يعني لانه عم ندل عليه يعني هو الشعر كمان هون القيمة الرمزية اللي حضرتك حكيتنا عنه بالعنوان. هل هو شو العلاقة بين بعضهم؟ يعني شوي حيتحول لمرجع شعري، شو هي العلاقة بين عالم القانون والعالم الشعري؟ خلينا نحط هون ثلاثي، في العالم الشعري وعالم القانون والبحث الدراسي اللي عم بشتغلها بالكتاب. كلهم عمادهم الكلمة. بالشعر منروح أكثر للخيال وللخلق وللإبداع. بالقانون منروح أكثر للنص القانوني والبحث والدعاوى والاستشارات. كل واحد له عالمه. يمكن جاوبت بجملة إنه أنا بمتهن المحاماة وبحبها، بس أنا بعشق الشعر وبعيشه. وأعتاش من المحاماة وأعيش في القصيدة. شو زادت المحاماة لعالم الشعر؟ زادت كتير. يعني هذا الكتاب أنا اللي شاغله هلأ هو الشعر بين الفصحى والمحكية، بدين فيه لروح البحث اللي أخذها أنا بتربيتي كمحامي من الحقوق والدراسات العليا والتحضير للدكتوراه. هذا الروح البحث، عادة الشاعر عادة في نظرة إنه الشاعر بيكون فوضوي وقول شو ما كان. وليد اللحظة سعيد عقل بيقول الشاعر هو مهندس، هو كأنه عالم رياضيات. فالقصيدة هيك استخدمت هذه الشغلة بالبحث من ناحية التبويب والبحث عن المعلومة وترتيبهم بطريقة بسيطة، لأنه أنا ما بدي أعمل مرجع بس تشوفيه تخافي. يعني رح أرجع أعرض الكتاب. هذا الكتاب إذا بتشوفوه تقريبا بحجم درفتين ومدى من حيث حجمه، يعني كتاب ديوان شعر ما بتخافي منه، فيك تحمليه بإيدك. بنفس الوقت في كل شيء بتعوزيه، وبنفس الوقت بسيط بالمتون، واللي بده يتعمق في هوامش كتير لخصوا السبعين مرجع اللي حاطه. أستاذ مارون، في كتير عناوين والفهرس واسع وطويل. لفت لي عنوان ما هو الفرق بين الشهرة والإبداع قبل ما نختم. يعني لازم وحابب كمان الموضوع. ادعي لتوقيع الكتاب كمان اذا بتركي لنا دقيقه بالاخير. اكيد اكيد. الفرق الفرق بين الشهرة والإبداع، هذه اشكاليه بتواجه كتير ناس. يعني وهذا شيء بحزن، يبقى موهوب سواء بالرسم بالنحت بالشعر، بس انا عم بحكي عن الشعر، بيموتوا فيه شوي بيعرفوه. يعني في كافكا من اهم شعراء العالم، ما حدا قريله وطلب من صديقه انه يحرق له كتبه بس يموت. ما حرق له كتبه، راح نشره. من اهم شعراء العالم هلا، وهو ما كتبه طيب، نعرف بعد ما مات. وفي شعراء بلبنان هيك، بالمقابل بتلاقي شخص تافه سخيف بيطلع بيقول كلمتين شو ما كان بينشهر. بينشهر. الشهرة ما نميزها عن النجاح والإبداع. الشهرة مش معيار للنجاح خصوصاً والإبداع، خصوصا اليوم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. صح، بيطلع حدا بشيء سخيف. نحن بسياسة التبسيط والتسخيف، بيطلع واحد بيعمل حركة شو ما كان بينشهر. بالوقت إذا بتعمل شيء رصين هيدا بده وقت وبده تراكم، بس هذا اللي بيبقى. أول شيء مبارك لك هذا الإصدار. شكرا. ألف مبروك. شكرا. إن شاء الله بيكون ضمن التوقعات المترقبة. نحن متمنى لك إصدارات تانية وقصائد متتالية. ونحن مبسوطين أنك معنا. متشكر حضورك، متشكر كمان وجودك معنا. وأنا بستفيد من هالوقت كمان تأدعي لتوقيع كتابي. الكتاب رح يكون نهار الجمعة بـ 18-11 على الساعة 5 بمسرح مدرسة الرهبات الأنطونيات بكفر شيما. بتمنى كل اللي بحب الشعر والقريب، دعوة مفتوحة للكل. ورح يحكي بالتوقيع دكتور ديزيري سقال، دكتور علي نسر، الإعلامية لارا حتي رح تقدم الحفل. رح يكون في كلمة لمزيك للدراسات والنشر، هو اللي نشر. ورح يكون في كلمة ختامية لإلي، وإن شاء الله كمان التنور جابرييل عبد النور رح يفتتح بالنشيد الوطني اللبناني، اللي بنوجه له كمان تحية، واللي أخذ كمان كلمات من غنى من كلماته. كل التوفيق لك المحامي والشاعر مارون المحولي. نتشكرك لحضورك معنا، وإن شاء الله بالتوفيق. الخطوة مباركة مرة تانية. شكرا لك داليا، وتضلكم صارح ينشر الثقافة. شكرا لك. مشاهدينا بريك صغير ومنرجع نكون معكم.